مكتبة رئيسية وتحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون وسيد ولي ولاية البويرة السيد العموري عبد الكريم. نظمت المكتبة الرئيسية واحتفالا بعيد الطفولة برنامجا متنوعا في الطبعة الثانية عشر للمهرجان الثقافي قراءة في احتفال تحت شعار معا لنقرأ لوطن أفضل. نظمنا معارض مختلفة من معرض الكتاب، معرض لقصص الأطفال المنجزة طيلة السنة، ورشات مختلفة، ورشة خير جليس في الأنام كتاب، ورشة الرسم، ورشات مختلفة، ورشة التصوير، كل هذه الورشات القارة المتواجدة على مستوى المكتبة الرئيسية. كذلك المكتبة نظمت قافلة الكتاب اللي ستجول العديد من المناطق والمكتبات بمدينة البويرة. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة شاركنا بأربع ورشات، ورشة الخط العربي وورشة تصميم لافتة إشهارية حول المناسبة، وخدمنا كذلك أشغال يدوية تصميم لغلاف كتاب، ودرنا كذلك ما نسيناش الفئة الصغرى تاع الأطفال الصغار السنة أولى وسنة ثانية، درنا لهم رسومات للتلوين. ونتمنى عيد سعيد لكل أطفال ولاية، خاصة ولاية البويرة، وكل أطفال الجزائر والطفولة العالمية. لقد شاركت اليوم مؤسسة عدل مهبة التعليمية بالبويرة في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأبطالها الفائزين في المسابقة الولائية للكاتب الموهوب الصغير، حيث قدموا كتاباتهم لأول مرة، كتابات قصص مميزة، وكان العرض جيد ورائع. نتمنى التوفيق لأطفالنا. بمناسبة عيد الطفولة نظمت المكتبة المطالعة المركزية حفلا للأطفال بمناسبة عيد الطفولة، يعني وقد نظموا ورشات للرسم والأشغال اليدوية ولقراءة الكتب. كم كان هذا اليوم جميلا.